أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان الأحد 18 أبريل 2021. تحتاج إلى التقدم خطوة واحدة أخرى حتى تبدأ أوضاع العمل في التحسن تدريجيا، وستدرك كم كان النجاح قريبا منك ولكنك شعرت باليأس سريعا. اخرج نفسك من هذا الشعور وحاول أن تشجع نفسك بنفسك لاستكمال مسيرة النجاح. عاطفيا الأحزاب، الحياة الجميلة ولكنها ليست دائما كذلك، فلا بد أن يتخللها الصعاب حتى تشعر بطعم النجاح، فلا تيأس ودع الأمل يعيش بداخلك. المرتبط، تحتاج لقضاء وقت أكبر مع الشريك، وكن متسامحا أكثر وحاول أن تعبر عن حبك واهتمامك بطرق مهنيا. عبر عن نفسك بشكل صحيح وتسمع كل المقترحات وتنتهز كل الفرص المتاحة لتحسين وضعك وتطوير عملك، فكوكب المهنة يؤهلك لتحسين عملك ولشرح وجهة نظرك والتأثير في محيطك والوصول إلى أفضل النتائج. صحيا، إن وجدت نفسك قليل الحركة يسيطر عليك الخمول، فحاول التخلص من ذلك بأي وسيلة. في المساء الأوضاع هادئة، حاول الاسترخاء. توقعات برج السرطان للرجل الأحد 18 أبريل. اقهر مخاوفك وحرر نفسك من أي مخاوف. إن طريقة تفكيرك العقلانية قد تجعل عددا كبيرا من أصدقائك المقربين يطلبون مشورتك. حافظ على هدوءك وتذكر أن الحكمة والذكاء قادرين على حل المشاكل الكثيرة، واحذر جيدا على ما تفعل وحاول التركيز في عملك، وبخاصة إذا كنت تعمل في مجال المال. وبظل الحياة لا تنسى حياتك الاجتماعية. توقعات برج السرطان للمرأة الأحد 18 أبريل. السرطان، روحك مشرقة جدا، أنت رائعة وباهرة، كل شيء بداخلك رائع، أبقي هكذا. يكون التعامل معك سهلا وتشعرين بأنك تتفاهمين مع جميع الناس. تكونين مبدعة وتتلقي أفكارك الرحبة، ولكن يحمل لك اليوم بعض الصعوبات، لكنك قادرة على تخطيها بفضل عزمك وإصرارك. عاطفيا أنت عنيدة ولا تحاولي تحدي الحبيب لأنك لا تستطيعين البقاء دونه.